من هو؟ أعطوني الاسم. يا مرحبا يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد بن سراج يا مرحبا، حياك الله. الله يبقيك وطول عمرك. أمورك زينة؟ أبشرك. جاوبت صح في ال... لا والله غلط. يعني المياه ضرورية تأخذها اليوم إن شاء الله. رحت لمصر؟ لا والله ما رجيتها. سافرت لبرا المملكة؟ ولا طلعت من السعودية أبداً. أبداً. يلا إن شاء الله يعني عقب برنامج إن شاء الله بروح صوب عمان عند محمد العويسي. تروح لعمان؟ إي عند محمد العويسي إن شاء الله. عازمني. جيت على الجرح. أهل عمان الطيبين، شوق لكم كبير. أنا اللي مشتاق لكم، ما هو محمد، أنا اللي مشتاق لكم. يا مرحبا. يلا محمد، سؤالك يقول وعلى الشاشة: كم يبلغ طول نهر النيل داخل مصر؟ 1000 كيلو متر، 1520 كيلو متر. كم يبلغ طول نهر النيل داخل مصر؟ 1000 كيلو. 1000 كيلو متر، 1520 كيلو متر. 1520 كيلو متر. 1520 كيلو متر. أثبت؟ أثبت. ثبت لمحمد بن سراج يقول 1520. ما راح مصر ولا جاته المعلومة. رمية صح؟ رمية. رمية. ليش طيب الفرق 520؟ الألف يعني دقيقة وزي كذا. 1500. عندك نظريات يا محمد. أهم شيء افتكيت. يعني أنت واضح إنك ما تحب العدد اللي تحب اللي فيه لفة. أكيد يعني سبحان ربي خالقه ما خلقه 1000 بالضبط، يمكن 1500. 1520 هي إجابة محمد بن سراج، بما أنه ما جاوب الأسبوع الماضي وجاوب الحين ونقول الإجابة صح. المبروك. افتكيت من حرف السياسة. يلا قوي. افتكيت منك رجال.